عارفه يا رشا، زي ما قلت لك في البدايه انا فرحانه جدا طبعا، لان شفنا حاجه الناس كلها بتقول عليها حاجه عالميه، حاجه الناس كلها مبهوره باللي احنا عملناه وباخلاقنا وسلوكنا. فسلوك الجماهير قبل واثناء وبعد المباراه اثبت بالفعل ان احنا شعب متحضر. كمان اللقطه اللي احنا شفناها دلوقتي في الفيديو دي علق عليها الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد ما انتشر فيديو طبعا بشكل كبير جدا على الحسابات المختلفه بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال ان دي لقطات مذهله من جماهير الفراعنه بعد فوز منتخبهم من استاد القاهره الدولي، اخلاق عاليه. احنا بنشوف وبنعيش دلوقتي فرحه وسعادة وأجواء الكرنفالية في بطولة الأمم الأفريقية، وامبارح كلنا كنا على موعد مع مباريات المجموعة الثانية اللي بتقام في الإسكندرية، وطبعا الإسكندرية كانت حلوة جدا والملاعب كانت تفرح. الواحد لازم يقعد يتكلم عن حاجة زي كده لأن بنشوفها كل فين وفين، ولما شفناها عملناها بمنتهى الروعة. فهي كانت حلوة جدا إسكندرية امبارح، وكانت بتضم منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر ونيجيريا. والحقيقة أنا هنا مش هتكلم على الجانب الفني، ولكن انا معجبه جدا بحسن التنظيم اللي شهدته البطوله وروعه الملاعب. زي ما قلت لكم اسكندريه كانت حلوه جدا، الملاعب كانت حلوه جدا، بتعتبر من الملاعب التاريخيه، والملعب ظهر بصوره حلوه جدا كانه استاد اوروبي. الحقيقه حتى استاد القاهره كان استاد اوروبي. فالبطوله دي اثبتت ان احنا عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، ملاعبنا بتضاهي الملاعب الاوروبيه. استاد اسكندريه ظهر كلوحه فنيه حلوه قوي، ونفس الحال هنشوفه في بقيه الملاعب ان شاء الله، في الاسماعيليه والسويس والدفاع الجوي والسلام. متاكده كمان الايام اللي جايه في البطوله هنشوف اجواء حلوه قوي وتنافسيه، وهنستمتع بالتشجيع والاغاني الافريقيه والكرنفالات اللي بتحصل في الملاعب، عشان الحقيقه ان الافارقه بيقدموا تشجيع مختلف ومبهج عن باقي القارات الاخرى، واحنا بنرحب بيهم بالتاكيد في بلدهم التاني مصر منورنا، وان شاء الله كلنا نكون سعداء بهذه البطوله باذن الله.